بمقر مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف شارك المدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل السابق في معسكرات البوليزاريو في فعاليات الدورة 53 للمجلس، حيث كشف مجددا عن استمرار وتصاعد انتهاكات عصابة البوليزاريو لحقوق الإنسان ضد المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، مستشهدا بالعديد من الحالات التي سجلت خلال الآونة الأخيرة، محملا الجزائر والمنظمات الدولية مسؤولية استمرار هذه الجرائم. مشاركتي في الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان اليوم هي لكشف الفضائح والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارس قيادة البوليزاريو على ساكنة هذه المخيمات منذ 50 سنة، واللي تمثلت في القتل خارج القانون والتعذيب والاختفاء القسري في سجون السرية، واللي صبحة اليوم ضحاياها يشهد عليها العالم وصبحة واضحة للأعيان، واللي عرفت اليوم في هذه الآونة الأخيرة منعرج خطير باستهداف صحراويين السواعب بطريقة ممنهجة، طريقة عنصرية وطريقة قبلية، بتعذيب نسائهم وسحلهم وزج بهم في السجون السرية، وكذلك حملة ممنهجة ضدهم لسبب واحد، لأن تجرأوا ابنهم على فضح كسر حاجز الخوف وفضح سرقة قيادة البوليزاريو للمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين، واللي آخرها كانت سهريج المحروقات الموجهة للاجئين، واللي تم تغيير اتجاهه من طرف قيادي من قيادي البوليزاريو، واللي ادفع هذا الشاب ثمنه ودفعت يعني القبيلة كلها ثمنه بزج به في السجون، ولا زال لحد الساعة مجهول المصير. وبالتالي نحمل منظمة قوات اللاجئين كونها وقعت على هذه الجرائم أمام عيونها، ونحمل الجزائر مسؤولياتها القانونية والأخلاقية اتجاه بصفتها الدولة المضيفة للاجئين فوق أراضيها، وكذلك نحمل المنتظم الدولي منظمة الأمم المتحدة ونحمل منظمات حقوق الإنسان مسؤولياتها في الدفاع عن هذه الساكنة التي تنتهك حقوقها تكاد تكون بالدقيقة. وسنقوم برفع شكاوي في الأمم المتحدة، وفي إعداد شكاوي أخرى في المحاكم الإسبانية من أجل كسر الحاجز الواقع بين 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 أهالينا في المخيمات، من أجل إيصال معاناتهم، إيصال حقيقة ما يعانوا منه للمنتظم الدولي، وكسر حاجز الصمت الذي استمر 50 سنة.